السلام عليكم، معكم خديجة من قناة خديجة شانيل. اليوم غنقدم لكم طريقة ديال بطبوط معمر، كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت وساهل في التحضير. اللي كتوجدوه للضياف ديالكم ولا لراسكم، كنحتاجو اولا جوج بصلات مشلضين، خيزو مقطع، ربيع مقطع، فلفلة مقطعة، الطون اولا الكفتة اللي موجود، وزيتون مقطع دوائر، سكنجبير، بزار، الملحة، التحميرة حسب الذوق. كنديرو اولا المقلات، كنديرو فيها نص كاس ديال الزيت، كنديرو لها جوج بصلات مشلضين، نزيدو الفلفلة، نزيدو عليها خيزو محكوك، تنقلبو المقادير، تنحركوها حتى كدوب كلها. يعني كتشوفوا فيها، يعني كتبقى تحرك تحرك حتى ما يبقاش فيها الماء، لان البطبوط منين عمره ما كنبغيوش يكون فازق بالماء من داخل. نشحروا الخضيره ديالنا حتى الاخير، نديروا الزيتون والربيع والطون. حتى ما كانش الطون ولا الكفته، ديروا عصير ديال الدجاج، نديروا العطريه ديالنا حسب الذوق، لان يعني كل واحد والعطريه ديالو. كاين اللي كيدير منها شويه قليله، كاين اللي مكيديرش التحمير، يعني المهم التحمير شويه، كلشي من حاجه شويه شويه. من بعد ما تشرب الماء ما بقاتش فيه الماء ولا ناش كما كتشوفوا، كنطفيو عليه، كنطفيو عليه العافيه، تنزيدو ليه الزيتون مقطع دوائر والربيع والطون، نخلطو المقادير مزيان، نخلطوها باش تجانت، باش الطون تكون ريحة ديالو. من بعد ما طيبنا الحشوة كنمروا للعجين. كنحتاجو 150 غرام ديال الفورس و 100 غرام ديال الدقيق القمح. انا اللي بغي يدير الفينو يديرو، كنديرو معلقة ديال الخميرة الفورية ونص معلقة ديال الملحة، وتنديرو معلقة كبيرة ديال زيت العود، وتنديرو المقادير للعجانة أو اللي ما عندوش العجانة يجمعهم بيديه حسن، وتنديرو المدافي شوية بشوية حتى كتجمع العجينة مزيان. كما كتشوفو من بعد ما تعجنات هي، نديرو ليها يا زيت الزيت في القاع ديال الصحن باش ما تلصقش لينا، يا ديروا ليها الزيت وتكون معجونه مزيان. انا غندير لها الفورس بحال بحال، نجمعوها مزيان، نتاكدوا من انها تدلكات مزيان. كنديروا ليها نغطيوها، نخليها تتضاعف الحجم ديالها ونغطيوها ونرجعوا من بعد ما تضاف الحجم ديال العجين ها هو كتشوفوا. نقرصوها دابايا، نقرصو بالفرص باش ما تلصقش لينا في سطح العمل. نوريكم الطريقه، نقطعوها دواور على هذا الحجم، نتوما تقدروا تقطعوا دواور صغار ولا كبار، كل واحد شنو بغى. نتوما كتشوفوا كتولي رطبه العجينه، نسرحوها شويه باش العماره ما تخرجش لينا من تحت، يعني ما تكونش رقيقه وما تكونش غريضه. نديروا الحشوه وتنجمعوها من الجناب، يعني طريقه سهله جدا وبسيطه. تنديروا لها الفرص من فوق ونحطوها، قدوا ليها الجناب ونحطوها في فوق شي سربيته ديال الكوزينه ولا اي توب عندكم يكون عنقي. نوريكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. هنايا تنحيوها
حيدوها من فوق الرخامه حيت البروده، باش حنا بغيناها هي ترتاح دغيا باش تسهل لينا ملي عاود نسرحوها باش نطيبوها. هي نديرو العمارة سهله جدا، نجمعوها من الجناب حتى هي، تنديروا لها الفرص، نحاول ما امكن انها تكون عندنا شكل دائري، وتنغطيوهم يرتاحوا بما خدمنا الاخرين. ها هي من ارتاحت كما كتشوفوا دغيا، يعني ها كتورك عليها كتقرص باش ما تخرجش لينا العجينه، وحنا البلاصه اللي كنجمعوا هي اللي كنقرصوا منها، ما كنقرصوش من البلاصه اللي كتكون عامره، البلاصه اللي طوينا تنسرحوها بشويه وتنحطوهم تاني يرتاحوا. هاك كيرتاحوا قل جوج دقائق ثلاثة دقائق صافي، نعاود نرجعوا من بعد نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالها. ها هي درنا المقله الغليظه، انا كنفضل هذه المقله الكبيره هي اللي كتكون كتسد السخونيه، كنطيبوهم نوركو عليهم في الجناب كما كتشوفوا، انا ما كندير لهم لا زيت لا والو، اللي دام هذا الشيء اللي فيهم هو اللي كيخرج باش يتحمروا. كنقلبوها بشويه بشويه لانها يعني رطبه بزاف رطبه بزاف، وتنقلبوها من كلا الجهتين كما كتشوفوا، وبشويه راه سخونه غنوريكم كيفاش كتجي في الاخر. نمشي نجيب وحده اخرى باش نوريكم كيفاش كنلفوها. هيا كنحاولوا نقادوا الدوره ديال مضبوطه باش يبانوا زوينين في التبصيل الا كانوا عندنا الضياف ولا شي واحد، يعني حتى الريوسنا راه نقادوا الحاجه ماشي عند الضياف. هانتوما كيفاش كتجي رطبه وهشيشه، حيت باقا سخونه ما نقدرش نقطعها لكم، راه تعمريها باش ما بغيتي تعمريها بالكفته اللي ما كانش عندك الطون، الا كانت اي عماره عندك غتعمري بها. البنات كتشوفوا كي كيجي ملي كيطيب كيجي خشيش بزاف وسهل في التحضير، نوجدوه الكاسكروت اولا العشاء في هذا البرد. هانتوما كتشوفوا من الداخل كي كيجي، انا باقي سخون. نتمنى ان وصفتنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كيف العاده ديروا جيم وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وشكرا على المتابعه.